أهلاً مشاهدينا، حياكم الله من جديد. وأولى مختاراتنا لليوم للأسف خبر مؤسف حول إصابة طالبة جامعية بعيار ناري طائش في جامعة مؤتة أو على البوابة الشمالية لجامعة مؤتة، حيث أصيبت هذه الطالبة بعيار ناري طائش. نتمنى لها السلامة. طبعا تم الوصول لمطلق العيار الناري، وأعتقد أنه تم القبض عليه. للأسف يعني هذه العادة، وموضوع إطلاق العيارات النارية سواء في الأفراح أو المناسبات أو على ما يبدو أنه كان في مشكلة تم خلالها يعني تبادل إطلاق نار، وأصيبت هذه الطالبة بعيار ناري طائش. نتمنى لها السلامة، وبنتمنى على الجميع يعني صراحة أنه هذه العادة خلص نتركها نهائيا، لأنه الأرواح وسلامة الناس كثير شيء مهم. يعني أنه الإنسان يعبر عن فرحه بأنه يطلق العيارات النارية ويتسبب بإيذاء الآخرين أو خسارتهم لأرواحهم، يعني هذه صراحة مشكلة الأصل أنه نتفكر فيها مليا ونتركها فعلا، يعني نتخلص من هذه العادة نهائيا. من سنوات وإحنا عم نحكي بهذا الموضوع، وكل الجهات اللي بتوجه للناس صراحة تعليمات إنه رجاء إنه عدم إطلاق العيارات النارية شو ما كانت الأسباب. بدنا نروح مشاهدينا لخبرنا الثاني، وهي مبادرة جميلة جدا صراحة عجبتني في جامعة عمان العربية في كلية الآداب تحت عنوان سقيا رحمة. هالمبادرة تحقيقا للقيم الجوهرية اللي بتتبناها الجامعة، والتي تعد جزء لا يتجزأ من غاياتها وسياساتها العامة. طبعا قاموا طلاب هاي الجامعة وتحديدا طلاب كلية الآداب بمبادرة تطوعية بعنوان سقيا رحمة لطلبة مساق التنمية والبيئة لخدمة المجتمع. هالمبادرة مشاهدينا تقوم على إعادة تدوير قوارير البلاستيك وإضافة الماء والحبوب من باب الرحمة بالطيور، وثم وضع أعشاش للطيور على أشجار الجامعة. طبعا كلية الآداب والعلوم في الجامعة أشرفت على هاي المبادرة، ويعني هاي مناسبة مشاهدينا لنوجه تحية لطلابنا في الجامعات بشكل عام، ولا طلاب هالجامعة ولا كلية طلاب كلية الآداب بشكل خاص، اللي انتبهوا إنه يا حرام الطيور اللي بتكون بتحوم في السماء، وخاصة في فترات ارتفاع درجات الحرارة بتكون تدور على قطرة مياه حتى تشربها، أو بتدور على حبة حبوب تاكلها. فبالتالي هم يعني وجدوا أنه هاي المبادرة فيها أجر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر. يعني وين ما شفنا كائن حي بحاجة لمساعدة، بحاجة لطعام، بحاجة إلى شراب، يعني أكيد الدافع الإنساني والدافع الديني بيخلينا نساعد. فهالطلاب لقوا في هالمبادرة إنه ممكن يقدموا هالمبادرة للطيور اللي في جامعتهم. وإحنا مشاهدينا أنا صراحة هذا موضوع يمكن نخصص له حلقة كاملة، القطط اللي في الشوارع اللي بتتعرض للتعذيب والحرق والضرب والإيذاء من قبل أطفالنا، صراحة حرام. وإنه الطفل لما نعوده على هذه العادة ويكبر ويكون في دمه إنه يؤذي الحيوانات، هو حيؤذي كمان البشر. فبالتالي يعني لا ضرر ولا ضرار، والأصل إنه الحيوانات هاي أمانة في أعناقنا وندير بالنا عليها ونهتم ونعتني بها. فهاي كانت فرصة لنوجه تحية لهالطلاب اللي كانوا صراحة انتبهوا لهذا الموضوع. طلاب الجامعات صراحة رائعين وين ما كانوا، لأنهم عندهم مبادرات رائعة. طيب بدنا نروح مشاهدينا لاختيارنا الثالث ضمن مختاراتنا لليوم، وهو أيضا خبر حزين حول وفاة شاب حزنا على خطيبته بعد يوم واحد فقط من وفاتها. الخبر بيحكي إنه في قرية في مصر اسمها قرية الفتح، التابعة لمحافظة دقهلية المصرية، عاشت حالة من الحزن بعد وفاة شاب. هالشاب مشاهدينا خطيبته توفت بمرض السكري على ما يبدو، وحزنا عليها وقع مغشيا عليه عندما وصل إليه الخبر، ثم أدخل إلى المستشفى لي طبعا يتوفى هناك رحمه الله.
شوفوا تعليق الدكتور اللي كان مشرف وهو جمال شعبان عميد سابق لمعهد القلب، علق على خبر وفاة الشاب على الفيسبوك بقوله: الزعل بيكسر القلب، الزعل يؤدي إلى الوفاة. كريم مات من الزعل على خطيبته فقيدة الشباب دنيا اللي ماتت بالأمس. مشاهدينا، الله يبعد عنا وعنكم كسرة القلب، ونحن دائما نستعيذ بالله عز وجل من الهم والحزن، فبالتالي فعلا الهم والحزن بيكسر القلب، عشان هيك نستعين بالله عز وجل ونستعيذ دائما به من الهم والحزن، وإن شاء الله يبعد عنا وعنكم دائما كل ما يؤدي إلى الحزن. بدنا نروح مشاهدينا لموضوع الهواتف الذكية، اللي الخبر بيحكي إنه خطر وضع الهاتف الذكي في الجيب، حيث حذر خبير من وضع الهاتف الذكي في الجيب مشيرا إلى احتمالية اشتعاله متأثرا بدرجات الحرارة العالية. طبعا مدير مركز هندسي إقليمي روسي قال إنه يعني وضع الهاتف في الجيب يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية اللي هي بتكون ليثيوم، وتحت تأثير درجات الحرارة يمكن أن تشتعل فيها النيران، حتى يعني لما بيكون موضوع في الجيب بشكل خاص. بدنا ننتبه مشاهدينا حتى لما يكون التليفون بالشمس أو الجهاز موجود في منطقة درجة حرارتها مرتفعة، وننتبه على من أجل حماية الجهاز من الحرارة. نصح الخبير بإبقاء الأجهزة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وعدم استخدام أغلفة حماية سميكة تمنع مرور الهواء، بالإضافة للتقليل من عدد التطبيقات اللي بتعمل على الهاتف في وقت واحد، لأنه ذلك سيرفع من درجة حرارة الهاتف أو الجهاز، بالإضافة لاستخدام أجهزة الشحن الأصلية. في حال ارتفاع حرارة الجهاز نصح الخبير بإزالة أغلفة الحماية في حال كانت موجودة، وإيقاف عمل التطبيقات اللي بتحتاج لإنترنت ووضعه في مكان بارد. ونتمنى السلامة للجميع. بالتأكيد مشاهدينا، كلنا عندنا أو عند أبنائنا أو أفراد أسرنا أجهزة هاتف، فبالتالي هالنصائح وهالتعليمات ضروري نلتزم فيها، لأنه غالبا ما بنسمع احتراق بيت أو يعني مكان السبب فيه هاتف أو شاحن هاتف، فننتبه ونلتزم بهذه التعليمات. بدنا نروح مشاهدينا للفلكي عماد مجاهد اللي عتبان على المؤسسات اللي ما كرمته نتيجة اكتشافه لنيزك. إذن الفلكي عماد مجاهد يستغرب عدم تكريمه بعد اكتشاف نيزك. الفلكي الأردني اكتشف النيزك وقال طبعا متسائلا: ألا أستحق التكريم أو كتاب شكر من أي جهة رسمية أو علمية؟ كان هذا الفلكي المحترم أعلن الأسبوع الماضي عن تحقيق اكتشاف علمي بعثوره على نيزك ضخم ونادر جدا سقط قبل آلاف السنين، ونتج عن ارتطامه بالأرض فوهة صغيرة حيث كان النيزك موجود في وسطها. أرسل عينة من الحجر لمختبر أوروبي متخصص في النيازك بجزر الكناري، وأكد بأنه أكد له هذا المختبر بأنه نيزك حديدي، مشيرا إلى أن الاكتشاف سيسجل عالميا باسمه، وبعد حوالي شهرين سيحمل النيزك اسم الفلكي الأردني عماد مجاهد في التصنيف العالمي للنيازك. يذكر أن علماء الفلك ووكالات الفضاء تهتم بكل ما يدور حول النيازك، ولكونها تحمل المادة الخام اللي نشأت منها المجموعة الشمسية. إذن مشاهدينا، حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا السيد عماد مجاهد، وهو الفلكي الذي اكتشف نيزك ضخم ونادر سقط منذ آلاف السنين. حياك الله يا سيد عماد. أهلا وسهلا، مساء الخير. الله يسعد مساك، وكل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. يعني إحنا صراحة مثل هذا الاكتشاف، وقرأنا موضوع أن ليس هناك مؤسسة يعني أولت الموضوع أي اهتمام، أو من اكتشف هذا النيزك لتقوم بشكره أو تكريمه، فبالتالي حبينا ناخذ حضرتك بحلقتنا لليوم لنسمع منك مباشرة
يعني كيف تم هذا الاكتشاف، وهل تم التواصل فعلا مع مؤسسات وإعلامهم بهذا؟ ستي شكرا لكم، مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين قناة اليرموك، وشكرا لكم كقناة على هذا الاهتمام صراحة. يعني النيزك من النادر انك انت انه الواحد يحصل على نيزك بين المساحات الوسيعة، بدك تدوري في مساحات واسعة وبدها وقت طويل وتعب وجهد كبير. وانا يعني حقيقة بعد سنوات طويلة الحمد لله انه تم العثور على نيازك وتم تسجيلها باسمي وباسم الاردن، وان شاء الله خلال شهر تقريبا بتكون تم تسجيلها رسميا على الجهات الفلكيه العالميه وراح يعملوا عليها الدراسات. فالحجر اللي عثرنا عليه كان حقيقه يعني شوي مميز من بعيد، يعني بتطلع عليه اذا حد عنده خبره بالنيزك بيعرف انه هذا ممكن يكون نيزك. اولا المغناطيس جذبه بقوه لانه النيزك الحديدي فيه نسبه حديد عاليه، فلازم يجذبه المغناطيس، وبالفعل المغناطيس جذبه بقوة. وزنه كان ثقيل بالنسبة للحجم، هاي كمان من صفات النيازك. نعم. بالإضافة للتجاويف اللي على الحجر، يعني النيازك ما بتكون مثل كرة القدم وإنما بتكون غير منتظمة وجود تجاويف فيها. نعم. فبالفعل يعني عشرنا على الحجر ووعدنا عينة منه لمختبر إسبانيا، وخلال أيام يعني أبلغونا أنه إحنا عثرنا على نيزك حديدي من النوع الحديدي ونيزك ضخم 10 كيلو. يعني انت بتحكي عن نيزك نادر بهذا الحجم، يعني النيازك المعروفة عادة 5 جرام 10 جرام 100 جرام نص كيلو ممكن تصل ل 1000 جرام كيلو، لكن انها تصل ل 10 كيلو هاي اولا يعني نيازك تعتبر من حيث الحجم نادرة. وايضا التركيب، يعني لاحظي النيزك فيه اربع معادن، يعني اربع انواع من الحديد اللي هو الحديد الفضائي، وهذه ايضا نادره ان تكون في مجتمعه هاي المعادن الاربعه في نيزك واحد. نعم. فحكى لي يعني خوسي غارسيا مدير المختبر الاسباني انه هذا النيزك نادر وراح يدخل التاريخ لانه نيزك جديد من النوع ومش معروف سابقا، وايضا سيسجل كنيزك جديد في العالم. نعم. وان شاء الله سيتم احتفاظ جزء منه في متحف التاريخ الطبيعي في لندن. نعم. والحمد لله يعني إنجاز كبير صراحة. طيب سيد عماد، يعني هذا الإنجاز هل تم التواصل مع الجهات أو المؤسسات المعنية بمثل هذه المواضيع في الأردن قبل إرساله إلى المختبر الأوروبي، أم لا يوجد أصلا في الأردن مختبرات تفحص؟ لا صراحة، لأنه هي المختبرات محدودة اللي بتفحص النيازك، يعني المختبرات الجيولوجية في الجامعات والمراكز عندنا في الاردن او في العالم العربي حقيقه لا تفحص نيازك، هي فقط مختبرات محدده. يعني انا شخصيا متابع من 20 سنه امور النيازك، لا اعلم انه في هناك مختبر في العالم العربي يفحص نيازك، ولكن بعرف انه في بعض المختبرات النيازك في العالم في امريكا واوروبا. فانا رسلت المختبر الاسباني وبعت عينه هناك لانهم هم المختصين، هم اللي عندهم امكانيات انهم يفحصوا النيازك، وبالفعل فحصوا وتبين انه نيازك نادر. نعم. مش موجود مثله على الأرض. طيب سيد عماد، يعني حضرتك يعني علمت المؤسسات هون بهذا الاكتشاف وهذا الإنجاز، ولم يتم التواصل مع حضرتك أبدا لا لمعرفة التفاصيل أو التكريم أو الشكر أبدا، يعني هذا ما قرأنا في الخبر. الخبر تم انتشاره عالميا وبانتشار بالأردن، والكل بيعرف إنه في نيزك تم اكتشافه بالأردن، لكن صراحة الجهات الرسمية لم أرى أي اهتمام أو أي ردة فعل عليها للأسف صراحة. للأسف يعني من أي جهات رسمية، كل يعني الموضوع بين الإعلام فقط. نعم، يعني إحنا بنتمنى من خلال هالإطلالة اللي من خلال برنامج بيتكم عامر وقناة اليرموك أن يصل إلى الجهات المعنية أن هناك فلكي أردني مقدر قام باكتشاف نيزك وهذا إنجاز عظيم وسيسجل باسم الأردن، فيتم فعلا تكريم الفلكي، لأنه يعني هذا تكريم للأردن في النهاية. إحنا شاكرين لحضرتك ولوجودك معنا، ونتمنى هيك نستضيفك استضافة معنا بالاستوديو قريبا إن شاء الله.
شكرا إن شاء الله جزيلا بتشرف، سيد. وشكرا لكم لقناة يرموك، شكرا لكم عن جد. العفو العفو، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا بخبر اكتشاف النيزك مع السيد عماد مجاهد، وبنتمنى فعلا أن يتم تكريم مثل هذه الشخصيات وهذه الإنجازات وأن يتم إيلائها عناية واهتمام. إذا مشاهدينا كان هذا اختيارنا الأخير ضمن اختياراتنا لليوم. يعني أعتقد في فيديو، في معنى وقت للفيديو؟ طيب من أجله إن شاء الله لحلقتنا القادمة. إذا حنروح لهبة خواج اللي حتعرفنا على أدوات الكروشيه واستخداماتها. متابعة ممتعة وطيبة.